عبر الهاتف بالأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود والخبير في الإعلام السياسي الأستاذ الدكتور مطلق المطيري. مساء الخير أستاذ مطلق. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى مشاهدينك الكرام. أستاذ مطلق، غدا العرب يواجهون معركة جديدة إن صح التعبير في الجمعية العامة، يريدون ثلثي أصوات هذه الجمعية للحصول على قرار ضد الرئيس الأمريكي. كيف تقرأ الموقف العربي؟ طبعا الموقف الأول حاجة أن الموقف العربي هو موحد من القضية الفلسطينية، وهذا طبعا هنا يسمح لي أن أشير لقرار طبعا الجامعة العربية، هذا جانب من القصة. والجانب الآخر أن حتى التصويت مجلس الأمن أنه هناك 14 صوت معك وصوت هو ضدك وصوت الولايات المتحدة الأمريكية التي هي صاحبة هذا القرار. هنا لابد أن نشير بكل فخر وكل اعتزاز على تحرك الملك عبد الله الثاني بأكثر من عاصمة لدعم التوجه العربي ولدعم عربية القدس وللمحافظة على هذه المدينة، حتى لا يمكن أن تحصل مثل ما ذكرت أنت وضيفك قبل شوية أنه في تأثير من الولايات المتحدة الأمريكية على بعض العواصم للاصطفاف إلى جنبها والاصطفاف لقرارها لعدة اعتبارات، منها مثل إغراءات مادية أو قد تكون إغراءات سياسية. ولكن جهود الملك عبد الله الآن اللي من عاصمة إلى عاصمة، وهذه القوة التي يتحرك بها والديناميكية التي يتحرك بها، أنا متأكد أنها سوف تؤتى ثمارها إن شاء الله، وسوف تنعكس تماما على قرار الجمع على الأصوات الموجودة في الجمعية العامة. وهنا يعني باسمي وباسم كل عربي نحيي هذه الجهود من ابن الحسين الذي يتحرك من مكان إلى مكان، وهي ليست غريبة عليه، هو طبعا وريث الوصايا على الأماكن المقدسة، هو وريث هذا المجد الشريف، ولا أستغربها على ابن الحسين أن يتحرك من مكان إلى مكان إلا تعبير عن تربيته الشريفة التي تحمله لمثل هذه المواقف وتحمله لمستوى هذه التحديات، تحديات كبيرة جدا أنه يقف الآن مثل يقف أمام القرار الأمريكي، ونحن نعرف ما تعني الولايات المتحدة الأمريكية للأردن من معونات من حتى من مستوى حتى تحالف سياسي بمستوى أو بآخر، ولكن كل هذا هانت عند ابن الحسين من أجل القدس ومن أجل عروبة القدس، ولا يسعنا إلا أن نحيي هذه الجهود المباركة التي سوف تكلل بإذن الله بالنجاح غدا. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ المشارك الأستاذ مطلق المطيري، كنت معنا عبر الهاتف.